الشخصيه دي، احنا مع بعض احنا بنشتغل مع بعض جزء اللي هو بقاله ثلاث محاضرات اللي هو محاضرات بنتكلم عن اوبتكس يعني عن لايت ويف، فاحنا مع بعض اللايت ويف انت في دراستك الترم ده بتفكر فيها او اللايت بتتعامل معاه از الكتروماجنتيك ويف، والحقيقه لما اتعاملنا معاه الكتروماجنتيك ويف اداني شويه معلومات كتيره قوي كان نفسي اعرفها، اداني طبعا الحاجات الجيومتري اللي عارفها زمان ينزل بانجل كام وينعكس وينكسر وترانسميتد بانجل كام ده عارفينه من زمان، بس المره دي اداني معلومات الالكتريك فيلد كومبوننت والماجنتيك فيلد كومبوننت فين؟ وايه علاقتهم بالدايركشن بتاع البروباجيشن؟ اداني معلومات ثانيه ان انا اعرف اقيس الباور اللي شايلها الالكتروماجنتيك ويف ديت او اللي شايلها اللايت ويف ديت واقدر اقيس الانتنس بتاع الويف. بعد كده لما شفنا مع بعض المره اللي فاتت الريفليكشن والريفراكشن او الانعكاس والانكسار بسبب التعديل قدرنا نحسب مع بعض شويه كوفيشنز مهمه جدا، كوفيشنز اوف ترانسميشن، كوفيشنز اوف ريفليكشن اللي هي عباره عن الريشيو بتاع الريفليكتد فيلد سواء الريفليكتد او الترانسميتد اللي رجع التاني واللي عدى. وكان في الاخر وصلت لاهم حاجه كنت نفسك تعرفها في الريفليكشن والترانسميشن، قد ايه من الباور رجعت لي تاني يعني ريفليكتد باك وقد ايه من الباور ترانسميتد. والحقيقه ده الكلام بتاعك انت كراجل بتاع الميكانيكال انجينيرنج محتاجه، والله انا عايز اعمل كوتنج كده او عايز اعمل ماتيريال فوق عشان تعمل لي ريفليكشن لمعظم الايه؟ الالكتريك فيلد اللي نازله، او عايز اعمل كوتنج فوق بحيث يعدي معظم اللايت وما يحصلش ريفليكشن. فانت بالتالي بمعلومات اللطيفه اللي اخذتها المره اللي فاتت تقدر تديزاين حاجه زي كده. تمام؟ النهارده يا شباب قبل ما نبتدي نشتغل في الشابتر بتاعنا عايزين نشوف مع بعض، لو انا كان عندي لايت ويف نازله ودي مش شغاله ولا حاجه دي معناها ان هي ويف نازله في الميديم الاولاني في السبيس في الهواء وبعد كده دخلت في ميديم ثاني ريفراكتيف اندكس بتاعه ان الويف ده والبروباجيشن كونستنت بيتغير ولا لا؟ هل يا ترى هيتغيروا ويبقوا كام؟ ده السؤال بتاعنا لبعض. واحد يقول لك طب انا هفكر معاك واحده واحده، يلا لايس فكر مع بعض. اللي انت عارفه ان اللايت ويف ده هو يا شباب السبيد اوف لايت لما بتكون هنا هي عباره عن كام؟ عباره عن سي. وعارف السبيد اوف لايت بتاعتك لما تكون في ميديم؟ قلت لي قبل كده المره اللي فاتت واللي قبليها وقبل كده في ابتدائي قال لك ان هي اسمها الف بي. مين؟ اللي انا اعرفه انا وانت ان الال بتاعتي ايكوال سي بتاعتي على الفي. صح كده؟ مظبوط؟ فانت عايز ايه؟ عايز لندرز او عايز كي اي حاجه انا جبت كي هعرف ايه لندرز. طب ما انت عارف معايا ان السي بتاعتك ديت ايكوالز اوميجا على كينو اللي في الهواء. صح كده ولا لا؟ الاوميجا دي عباره عن ايه؟ الفريكونس اللي خارج من اللايت او من الصوت. مالناش دعوه بالخوف ده زي ما هو. بس ما همشي بالراحه ولا همشي بسرعه ديبنس على الميديم. جميل او عيد نفسي كل سبيس قد ايه؟ جميل. بينما الفلوست اللي تحت دي يا شباب او سبيد اوف لايت في الميديم هتبقى بتساوي اوميجا على الكين بتاعك بس كده خالص. يبقى ده معناه ان الكين بتاعتك بتزيد في الميديم، يعني الكين بتاع الميديم ان بتاعة الميديم بتاعك هي عباره عن ان مضروبه في الكي نود بتاعتك اللي في الايه؟ الكي نود البروباجيشن بتاعك. سيادتك لو عايز تجيب الويف لينس خلاص يبقى 2 باي على لندا بتاعت الميديم بتساوي ان في 2 على 2 باي على لندا بتاعت الاسبيس. ال 2 باي كانسل مع ال 2 باي يطلع معاك يا ريس العكس بقى اللندا بتاعت الميديم او الوسط اللي انت فيه بتساوي لندا نوت مقسومه على مين؟ على ان. ده الكلام اللي حصل. يبقى دي معلومتين عايزين نعرفهم مع بعض، ان البروبوجيشن كونستنت بتاعك والويف لينث بتاعك ليه دعوه بالسبيس، يبقى اكيد ليه دعوه بالميديم اللي انا موجود فيه. هو بتعيد نفسك في السبيس كلها قد ايه؟ يبقى ليه دعوه بالميديم. قسم ثالث بسيط جدا في حاله اللايت ويف او في حاله الويف البروبوجيشن اوف لايت طلع معانا ان الويف لينث بيتغير مع الميديم اللي انا موجود فيه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كلام لذيذ جدا يفتح ايه؟ الفيزكس كويس. المهم هنتكلم مع بعض على الشابتر الجديد اللي أول مرة تسمع عنه اللايت اللي هو عبارة عن كلمة انترفيرنس. انترفيرنس يعني إيه؟ انترفيرنس بالعربي يعني تداخل. يعني إيه تداخل أو انترفيرنس؟ يعني بمنتهى البساطة أنت عندك لايت ويف أو تو لايت ويفز أو ثلاثة أو أربعة أو شوية لايت ويفز. حلو؟ هيتقابلوا مع بعض هيتجمعوا يطلع لي ريزلتنت اوف رابيد ويف موجودة. جميل؟ يعني المحصلة بتاعتها.
المحصله بتاعتهم ايه؟ اللايت ويف دي واللايت ويف دي ممكن يتقابلوا مع بعض يقووا بعض في مكان معين. يبقى في لوكيشنز بيحصل عندهم ايه؟ هما الاثنين بيقووا بعض بيسبورت اتش اذر او الماكسيمم بيقابل الماكسيمم مع بعض. جميل؟ يبقى دي في لوكيشنز عندها هاي امبليتيود ريزلتنج ويف. وفي نقط ثانيه هما الاثنين بيقللوا بعض او بيضعفوا بعض او بيكنسلوا بعض لحد بعض وعكس بعض بالظبط. فبالتالي بيحصل في لوكيشنز عندها لو امبليتيود ريزلتنج ويف اللو امبليتيود ده ممكن يوصل للسبيد. حلو قوي. الكلام ده كله بنحصل عليه لوكيشنز دي بنسميها يا شباب كونستراكتيف انترفيرنس. يعني تداخل بناء بيقووا بعض. وهنا اللوكيشنز اللي بيحصل عليها بيضعفوا بعض هنا يا شباب بنسميها ديستراكتيف انترفيرنس. حلو. ايه اللي هو التداخل الهزيمه؟ والله الكلام ده عايزين نعرفه، عايزين نعرف مع بعض اهم حاجه بمنتهى البساطه. انا في شويه ابلكيشن عندي عايز اللايت ده واللايت ده يكنسلوا بعض، عايز الحته دي ما يحصلش فيها لايت، يعني عايز يبقى في تداخل هداف او ديستراكتيف انترفير. والثانيه انا عايز اللايت اللي تنزل على السيرفس ده يبقى ماكسيمم لايت از بوسبل، عايز ازود اللايت اللي نازله على السيرفس ده، زي مثلا ما يكون عندك سولار سيل، يبقى بمنتهى البساطه عايز يحصل عند السيرفس ده عند النقطه دي بالظبط يحصل كونستراكتيف انترفيرنس او تداخل برنامج. يبقى خلصتنا النهارده ان شاء الله بنخلص المحاضره دي ازاي؟ ان احنا عايزين نعرف مع بعض رقم واحد ايش الشروط او ايه الشرط او ايه الكيس ازاي اظبط ان يحصل كونستراكتيف انترفيرنس وازاي اظبط ان يحصل ديستراكتيف انترفيرنس. وبعد كده نشوف ازاي نعمل الكلام ده كله او نحققه براكتيكال او كامل. تمام. نبتدي نشوف مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. ايه اللي حصل معاك يا ريس؟ بمنتهى البساطه بيقول لي والله لو عندنا سورس 1 اس 1 كده اهوت وسورس تاني ظريف جدا اس 2 كده مين؟ ايه اللي يحصل معانا؟ ان ده بمنتهى البساطه استقبلنا هما الاثنين ماشيين كده، ده عند الريسيفر بتاعك او الايه؟ او المستقبل بتاع سيرفر. كمان جميل، ادي الريسيفر اللي احنا بنجمع الدنيا كلها. ده مشي مسافه مثلا اكس 1 وده مشي مسافه اكس. تمام جدا. هل يا ترى هما الاثنين هيوصلوا مع بعض ان فيز ولا اوت اوف فيز؟ يعني ايه ان فيز؟ يعني لو الاولاني جه ماكسيمم كده والثاني ماكسيمم كده يبقى اكيد دول هيتجمعوا بعض كونستراكت. انما لو الاولاني جه ماكسيمم والثاني كان مينيمم يبقى ده ايه؟ هيكنسلوا بعض، صح كده ولا لا؟ مظبوط كده ولا لا؟ يبقى هما لو جم ان فيز مع بعضهم يعني هما الاثنين دول متظبطين مع بعض يبقى حصل كونستراكت. لو هما الاثنين جاوا اوت اوف فيز يعني ده عكس ده يبقى ايه؟ هيضعفوا بعض. حد عنده الشغل ده؟ نبتدي الحكايه مع بعض. يبقى كان كلمه السر بتاعتنا النهارده كلها عايزين نعرف مع بعض يا شباب الدلتا فور اللي هي مين يا شباب؟ الفيز ديفرنس. ده القصه بتاعتنا النهارده. يبقى كل ما بتتكلم الحكايه دي كلها عايزين نعرف مع بعض الفيز ديفرنس. هل يا ترى جايين ان فيز يعني الفيز ديفرنس بينهم زيرو او دبل باي او فور باي او ولا جايين اوت اوف فيز يعني باي او 3 باي او حاجه زي كده. يبقى كان احنا بنتكلم مع بعض عشان نشتغل في انترفيرنس يبقى رقم واحد دماغك بتروح على طول ايه؟ ازاي نحسب الفيز ديفرنس؟ حلو. افتكر معاك؟ افتكر معايا يا ريس. بيقول لي والله لو احنا دول نفس السورس بالظبط وشغالين في نفس التايم يعني الاولاني هيبقى عباره اللي جاي من الاولاني اي 1 عباره عن اي نوت ساين اوميجا تي ماينس كي اكس 1 بالمنظر ده كده من غير فاي سيبك الكلام ده كله والاي 2 اي نوت ساين اوميجا تي ماينس كي اكس 2 صح كده؟ حد عنده اعتراض؟ جميل. ده السورس طلع والسورس الثاني طلع والاثنين سورس زي بعضهم بالظبط واشتغلوا في نفس الوقت مع بعض فالاوميجا تي زي الاوميجا تي ناقص الكي اكس. يبقى سيادتك لو فكرت معايا وبالراحه خالص بتقول لي والله لو جبت الدلتا باي مصحصح معايا جبت اي 1 ماينس اي 2 ادي الفاي 1 اهو ده الفاي 1 وده الفاي 2 طرحتهم من بعض يطلع عباره عن كي اكس 2 ماينس اكس 1 صح يا ريت؟ حد عنده مشكله؟ نكمل مع بعض يا ريت ايه؟ نكمل هنا. يبقى اللي يحصل معاك الدلتا فاي اللي بتتكلم فيها كي
انت لسه قايل احنا عايزين بقى نشتغل في الكيلو بتاعتي، يبقى لو انا ماشي في ميديم ان يبقى لازم احط الكلام ده عباره عن ايه؟ كيلو في ان في اكس 2 ماينس اكس مين يا ريس؟ اكس. صح؟ ماشي يا شباب؟ احنا هنا بقى عايزين نفرق نفسر شويه حاجه بحاجه مع بعض. اكس 2 ماينس اكس 1 دي يا شباب عباره عن ايه؟ ده عباره عن فرق المسافات. قست المسافه دي متر والمسافه دي نص متر، يعني ايه؟ طرحتهم من بعض وخلاص. جميل. يعني اكس 2 ماينس اكس 1 دي جاست ايه؟ الجيومتريكال باس ديفرنس. ده الجيومتريكال باس ديفرنس. فرق الطول بس ولا يفرق معانا في حاجه ومش مهم خالص. الحقيقه انت لما تشتغل اوبتكس المهم بالنسبه لي الترم ده على بعض. ده الترم ده بنسميه مع بعض انا وانت مع بعض اوبتيكال باث ديفرنس. اوبتيكال باث ديفرنس. مال رئيس اوبتيكال باث ديفرنس؟ اصل ميزه كده انا ايه؟ خدت كل حاجه في اعتباري، خدت فرق المسافات اللي مشيتها وكمان الميديان اللي انا ماشي فيه من ناحيه اللايت، يعني الريفراكتيف اندكس او معامل الانكسار بتاعه بكام؟ فبالتالي ده اسمه اوبتيكال باث ديفرنس. الحقيقه زي ما انت شايف الكيموت بتاعتي دي خلاص دي بتعبر عن السورس اخباره ايه؟ 2 باي لامدا بالمنظر ده. يعني كل الحكايه انا من الاول انا بتكلم على ايه يا ايس؟ زي ما انت شايف انا بتكلم انا نفسي اجيب الدلتا فاي. حلو؟ الدلتا فاي بتاعتك اهي الدلتا فاي زي ما انت شايف الحسبه بتاعتي الدلتا فاي بتبقى عباره عن 2 باي على لامدا نود بتاعتي اللي بتاعت السورس مضروبه في الاوبتيكال فاي. جميل. ده الحكاية بتاعتنا الصبح. حلو. ماشي يا ريس. أنا إيه اللي قلته لغاية النهاردة؟ أنا قلت النهاردة هنشتغل مع بعض انترفيرنس. انترفيرنس يعني إيه؟ أنا جاي بتو لايت ويف أو ثلاثة أو شوية مع بعضين. بمنتهى البساطة شوية مع بعضين في نقط معينة هيجوا هما الاثنين إن فيز مع بعضين. وفي نقط مع بعض هيجوا عكس بعضين أو في فيز. يعني في نقط معينة هيحصل كونستراكتيف انترفيرنس يقووا بعض يعني يطلع الدنيا منورة قوي أو برايت قوي وفي نقط عكس بعضهم يعني يحصل كونستراكتيف انترفيرنس أو إيه يحصل تدخل هدام أو تطلع إيه دارك سلوبس أو دارك بوينت. وتقريبا في اللاب في ناس منكم كتير عملوا نيوتن رينجز أو اتفرجوا حد كان بيعمل ده وكانوا بيتفرجوا على الشخص نفسه وفي ناس تانيين بيشتغلوا إيه السنجل والدبل سلوبس. شفت معايا إن في ليزر بيم وطلع في الآخر نقط مظلمة ونقط منورة. عايزين نفصل ايه الكلام الفلاني. المهم نكمل مع بعض كونستراكتيف وديستراكتيف بالمنظر ده كده. قلت لي الحكايه دي عقبال بتقول لي ايه؟ بتقول لي هما الاثنين جم ان فيز او اوت اوف فيز. يعني كلمه السر بتاعتنا لازم نحسب الفيز ديفرنس. الفيز ديفرنس جم او ان فيز هيطلع لي كونستراكتيف، اوت اوف فيز هيطلع لي ديستراكتيف. قلت لي طيب هي الفيز ديفرنس بتتحسب ازاي؟ فكرتك هو يعني ايه فيز اصلا؟ لو عندك لايت ويف او اي ويف كان عباره عن امبليتيود وشويه كلام جوه الساين ده سميناه الفيز بتاعي. لو انا عندي سورس 1 وسورس 2 هما الاثنين ايدنتيكال زي بعضيهم وبيطلعوا بنفس اوميجا تي ونفس الويف لينث ونفس كل حاجه. يطلع معاك ان فرق الفيز طلعتهم من بعض طلع عباره عن كي واكس 1 واكس يعني طلع بيعتمد الفرق الفيز على ثلاث حاجات. فرق المسافات الاطوال اللي بتمشيها، نوع الميديم اللي انت جواه من ناحيه الريفراكتيف اندكس، وثالث حاجه الويف لينس بتاع اللايت اللي بتحرك بيه اخباره ايه؟ حلو. بصيت كده وقلت لك ايه؟ عايزين نقسمها. قلت لي والله طيب الدلتا فاي بتساوي كي في اكس 2 ماينس اكس 1. النهارده في بدايه المحاضره لقينا الكي بيتغير من ميديم لميديم. يعني الكي بتاعتك لو الميديم ده كان ان يبقى الكي بتاعتي عباره عن كي نون مضروبه في الان. ودلتا اكس اللي هو اكس 3 ماينس اكس 1. قلت لي فرق الاكسات دي كاني بجيب ما جاست الفرق في المسافات الجيومتريكال باث ديفرنس. ضربتها في الان يبقى الحته الفاضله دي جميله جدا. ليه؟ لان دي الكي بتاعتي يعني بتعتمد على حاجتين المسافات فرق المسافات اللي مشيتها ده رقم واحد، رقم اثنين الميديم اللي انت جواه ايه اخباره بالنسبه للبروباجيشن اوف لايت الريفراكتيف اندكس بتاعه كام؟ كل الحكايه دي سميناها مع بعض اوبتيكال باث ديفرنس. مش الباث ديفرنس بس ده الاوبتيكال اللي بالنسبه لي مهم. جميل. يبقى كده يعني كل الحكايه بتاعتي ان الدلتا فاي بتاعتي بيساوي 2 فاي لاند نود على الاوبتيكال باث. لو الكلام ده كله عشان ايه ما تلخبطش كده؟ ده لو كان الفاي ده النتيجه او ريزالت اونلي فروم ايه الاوبتيكال باث.
ده كان الفرق بس البيز بيجي من ايه؟ من كان باس ديفرنس بس. ممكن يجي من حاجه ثانيه يعني ممكن نبقى نشوف كمان محاضره الفرق الجايه. ما عليك خلينا نشتغل. طب انت كل احتياجته ايه؟ والله يقول لك انا عندي كونستراكتيف وديستراكتيف. طب تمام جدا. انت قلت لي من شويه الكونستراكتيف بيحصل امتى؟ لسه قايل لك نفتكر مع بعض. قلت لي كونستراكتيف لما يبقوا ان فيز مع بعضين. يعني ده معناه ان الدلتا فاي بتاعتي تبقى عباره عن 2 ام باي. يعني يا زيرو يا 2 باي يا 4 باي يا 6 باي. عشان يجوا مع بعض ان فيز مع بعض. يعني ايه ان فيز مع بعض؟ يعني الفيز الويف الاولانيه كده والويف الثانيه جايه زيها بالظبط معاها كده. دول ان فيز مع بعض. طيب الديستراكتيف امتى يا شباب؟ ما تنساش ان النقطه دي عشان والله كده عشان المحاضره الجايه هبقى اتكلم عليها. ديستراكتيف امتى يا شباب؟ حلو جدا، يطلع معاك لما يبقوا اوت اوف فيز. حلو، يعني يطلع معايا ان الدلتا فاي بتاعتي بيساوي 2 ام بلس 1 باي. فرق الفيز بتاعهم 2 ام بلس 1 باي. واحد يقول لك طب ايه خليني اشتغل طيب ما تشتغلي باللندا والمسافات وخلاص. قول لي حاضر، يبقى الكلام ده كله لو عايز تكتبه ان ترمز اوف اوبتيكال باث ديفرنس. يعني ممكن نقول 2 باي على لندا لو الاوبتيكال باث ديفرنس بيساوي 2 ام باي. الباي من 2 مع الباي من 2. يعني الكلام ده كانه بالظبط لو الاوبتيكال باث ديفرنس بيساوي مالتيبلز اوف ايه؟ لا نفس الشرط ده هو نفس الشرط ده. عايز تشتغل فيه او كيف ده المقابل ليه او الايكويفالنت ليه بدل ما احول الفيز والزوايا والكلام ده كله، لا نشتغل مسافات يبقى بيساوي مالتيبلز اوف لا عدد صحيح من الايه؟ من اللمبات. ان احنا كتبنا نفس الحكايه بالظبط. الدلتا باي تبقى عباره عن 2 باي اوفر لندا مالتبلايد باي اوبتيكال باث ديفرنس بيساوي 2 ام بلس 1 باي. الباي مع الباي يطلع الاوبتيكال باث ديفرنس بيساوي مالتبل اوف اود او اود مالتبل اوف ايه؟ لندا اوفر 2. يطلع 2 ام بلس 1 اوفر 2 مضروب مين يا ريس؟ في اللندا. ده مين يا نجم؟ ده الاوبتيكال باث ديفرنس وده الاوبتيكال باث ديفرنس في الحكايه. ماشي يا ريس؟ تمام كده؟ في حته كده ممكن اقولها قبل ما امشي. والله مش دايما الاوبتيكال باث ديفرنس يبقى عباره عن ان في اكس 2 ماينس اكس 1. ليه؟ افرض يا ريس واحنا شغالين مع بعض كان واحد ماشي جوه تيوب، لايف ماشي جوه تيوب، لايف ثانيه ماشيه في الهواء او في ميديم تاني. يعني ايه مش فاهم برضه؟ يعني بمعنى اصح لو كان في نفس القصه اللي عندنا كده السورس الاولاني كل اللايت ده ماشي هو تيوب كده اهو. حلو، الميديم ده اسمه ان 2 والميديم الثاني اس 2 ده خلي ده اس 2 والاس 1 ده ماشي جوه ميديم اسمه ان 1. يبقى في الحاله دي يا شباب لو انا مشيت واحده واحده يبقى عباره عن ايه؟ ان 1 اكس 1 ماينس ان 2 اكس 2. ده مين؟ ده الاوبتيكال بار. أنا ما قلتش حاجة غريبة يا شباب. أنا بمنتهى البساطة هنا هو كان عبارة عن إيه؟ هنا كان إن. ليه خدت الإن 2 من فاكر؟ لأن الإكس 1 والإكس 2 ماشيين في نفس الإن، صح كده ولا لأ؟ لو الإكس 1 ماشية في ميديا مختلف عن 2 هضرب كل واحد في الإن بتاعته، صح كده ولا لأ؟ مساء الفل، أنا لسه بدري يلا يا شباب، يعني إيه؟ مشكلة معايا وتحس إن الموضوع سهل. تمام كده؟ ما عملناش حاجة خالص. ليه مش إكس 2 ولا إكس 2؟ اين وان في اكس 1 وان في اكس 2 ايه المشكله؟ ايه الفرق؟ ما حد بيسال ايه السؤال؟ انا كانت الاكس 2 يعني ما بنقوش مع بعض ليه؟ لا ما تفرقش خالص يا شباب. تطرح الاولاني ماينس الثاني، الثاني ماينس الاولاني مش فرق. هو كل الحكايه هي فرق الفيز بينهم ايه؟ 2 باي زي ماينس 2 باي. صح كده ولا لا؟ مش فارقه خالص يعني، المهم يطلعوا ايه؟ ان فيز مع بعض. تمام يا ريس؟ حد حصل حاجه؟ حد في مشكله عنده؟ يبقى اللي حصل معانا ان احنا عندنا انترفيرنس كونستراكتيف او ديستراكتيف. كونستراكتيف بتاعك كان دلتا باي مالتيبل اوف 2 ام باي، ديستراكتيف عباره عن اود فاليوز اوف باي. انا ممكن اكتب الشرطين يا كده يا كده كده. يعني عندك لايت ويف ولايت ويف التانيين قابلوا مع بعض، حصل نقط حصل كونستراكتيف نوروا قوي برايت، وحصل نقط حصل ديستراكتيف ضلم قوي يعني ايه ضار.
تمام. بس الحقيقه لو انت رحت واحد كده وحكيت له والله احنا خدنا المحاضره زي الفل النهارده، بيقول لي لو جبت لايت بيم ولايت بيم وربطوها مع بعض هتلاقي نقط منوره قوي ونقط مضلمه او ضلمه. طبعا هيضحك عليك ويحس ان انت بتهبل يعني، صح؟ يقول لك طبعا جرب طفيت النور بتاع الايه؟ الاوضه، ولعت اول نور الدنيا نورت، ولعت اللمبه الثانيه الدنيا نورت في كل حته اكتر، صح؟ مفيش حته ضلمت الحته نورت، صح كده ولا لا؟ يعني حاجه من الاثنين، يعني انا غلط يعني انت بتشوفه بعينين غلط، لازم تفسر لي ليه ده مش زي حد فاهم حاجه بقول عليه؟ انا عمال اسرح بيك اهو يا شباب، بقول لك في كونستراكتيف وديستراكتيف ونقط بتدور جامد ونقط بتدور متضرب، وانت عشت في الحته واللحظه الحلوه دي. حلو جدا؟ طيب قلت لك لا، انت واحد عليك هيقول عليك ايه؟ انت بتستهبلني يعني. يا نورت نور اهو 10 لمبه نورت الدنيا نورت. خليته ب 20 لمبه اللي حصل معاك الدنيا نورت اكتر والاليوميشن اللي في الاوضه زاد قوي، كل النقط زي بعضيها. ليه ما حصلش الكلام ده؟ يا ده غلط يا ده غلط، يا في حاجه بتوصل ليه ده مش زي ده؟ يلا يا سيدي اجري بقى. بس هو حاجه تقول لي وعشان الاستراكشر خاصه بالداخل. اه الاستراكشر خاصه معاك. فالغالبا اللي بيحصل مثلا يبقى الفرق بينهم مش كبير قوي. لا لا، الفرق بينهم هيحصل كبير وصغير وكل حاجه زي كده. النقط مش كلها كونستراكتيف، في نقط عندها كونستراكتيف، في نقط بين البنين. انا هنا مفيش حاجه ظاهره، كلهم زي بعض، النقط دي زي دي زي دي زي دي. بس هو السؤال ليه بقى؟ ده عشان تكون مودي واحد. هنا اللقطه دي بقى؟ لا انت طبعا فيها ماشي تمام، ده سبب بس ده سبب اهم. نفس السبب. نفس السبب. السبب الاولاني يا شباب وسبب صح ومنطقي جدا، بيقول لك انت شغال هنا بفلنت واحده. جميل جدا. المشكله اللي هنا ان اللايت اللي جاي من البامب ده مالتيبل اوف فلنتز، وفلنتز كتيره مش واحد بس. انما احنا كنا شغالين على مونوكروماتيك ويف لينت، يعني ويف لينت واحد، عشان كده مش كان على ليزر، صح؟ بس ده مش السبب الاساسي. بس انت مش شرط ان الفلنتز ينفع يعني ينفع من السلك. نعم. ينفع من السلك الصغيره يعني المساحه اللي ينفع منها. الستيت صغيرة، هو مش قصده ستيت صغيرة، هو قصده بمنتهى البساطة إن التو ويف لينس اللي قريبين يبقوا قريبين من بعض عشان يبقى المسافات اللي بينهم ليها دعوة باللمبة. إنما لما نتكلم على لمبة كده لامب كده ولامب تانية كده المسافة اللي بينهم تنز اوف يعني 10 اوفر 10 باور 10 من اللمبات أو رقم كبير، فاللمبة مش هتفرق معاك. برضه ده سبب حلو قوي بس مش السبب الأساسي. عشوائية بالظبط ده معناه إيه؟ ده السبب المهم بس عايزين نفصله كلمه عشوائيه. لا لا مش بس يا شباب قول عايز اكلم اسرة ايه؟ وصلنا خطوه حلوه. باشمهندس انا لك ايه؟ لا بص اللي حصل معاك بقول لك باشمهندس انا وصل معاك لايه؟ ده حيل كلمه جميله جدا. قال لك ايه؟ ان اللايت اللي خارج من البط ده مش زي الليزر. ليزر بيم لايت دايش في دايركشن واحد يعني ماشي ايه دايركت كده. اللايت اللي خارج هنا راندوم. حلو. كلمه راندوم دي عايز ايه؟ اربطها بحاجه من المكتوب على البورد عشان نوصل للسبب الاساسي اللي ما بيحصلش انترفيرنس بشوفه هنا. هتبني من كلمه فرق. هتقول ايه؟ كل بيعمل في واحد. كل كونستراكتيف بيعمل في الثاني. اه بس مش قوي كده. نعم؟ هو كان ماسك سابق وبعدين؟ حلو. نوصل الكلمتين الحلوه دي بالكلمه الثانيه كده ونبني شويه كلام من في النص. ايه اللي حصل يا شباب؟ باشمهندس هنا فسر كلمه راندوم. راندوم يعني ايه؟ يعني اللي حصل البلب هنا بتنور او بتعمل ايه؟ ثيرمال جنريشن ده. يعني شويه بيطلع لايت، بعد شويه الله اعلم امتى لايت، اللايت ده ماشي كده وماشي كده وماشي كده. يعني راندوم في الجنريشن، راندوم في الايه؟ في البروباجيشن، راندوم في الايه؟ في كل حاجه في الدايركشن والبروباجيشن حتى. يعني بمنتهى البساطه مش هتعرف تجيب فيز ديفرنس صح كده ولا لا؟ هتبقى الدنيا راندوم يعني انديفنت فيز ديفرنس ايه؟ ديريكشن. تمام كده يا شباب؟ يعني مفيش علاقه محدده للفيز ديفرنس، يعني علاقه راندوم. في تنفع تساوي الراندوم بيساوي 2 باي. انت بتقول امتى يحصل كونستراكتيف؟ لما يبقى الفرق الفيز بيساوي 2 باي او فرق الفيز بيساوي 2 باي بلس 1 ولا حاجه زي كده، يعني ان فيز او اوت اوف فيز. ده هم اصلا راندوم. يعني مفيش علاقه للدلتا فاي، يعني الدلتا فاي دي راندوم بتاعت كل الطير، يبقى بالتالي عمرها ما هنقدر نطبق عليها الشرط ده ولا الشرط ده. وده اللي بنسميه مع بعض يا شباب اننا عشان يحصل ديفرنت فيز شيب ديفرنت ريليشن شيب دي بنسميها لازم يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ ركز معايا في الكلمه كوهيرنت سورس.
كوهيرنت سورس. كوهيرنت سورس يعني ايه؟ يعني عندهم اقدر اقيس الفيز ديفرنس اللي بينهم. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا دلوقتي يا شباب اتفقنا مع بعض على ثلاث حاجات بيحصلوا في البالب هنا ما بتخليش يحصل انترفيرنس، او ما بشوفش الانترفيرنس ده، او ما بتطلعش كونستراكتيف وديستراكتيف. اول حاجه يا شباب قال لي ده ميني لايت ويف لايت ويف لينز، يعني مش مونوكروماتيك لايت. يبقى اول شرط عشان يحصل انترفيرنس يا ريس قول لي لازم يبقى مونوكروماتيك لايت. يعني ايه يا شباب مونوكروماتيك؟ الكلام الانجليزي المعقد ده يعني سنجل ويف لينز. حلو ده رقم واحد. رقم اثنين يا نجم باشمهندس قال لي لا خلي بالك لازم يبقى السورس قريبين من بعضهم. ده احنا بنتكلم ايه؟ الفرق المسافات يبقى لندا واثنين لندا، مش هتعمل لي 10 اس 10 ازود لندا عليهم وانقص هم مش هحس فيها. يبقى فيري نير سورس. حلو كل الكلام ده مش مهم قوي، اهم حاجه لازم عندي يا شباب كوهيرنت سورس. ايه كوهيرنت سورس دي؟ لو الاسم مش عاجبك يبقى الكوهيرنت سورس ده معناه يا شباب ان انا اقدر اجيب ديفينيت فيز ديفرنس ريليشن شيب. اقدر اجيب الفرق الفيز بينهم، اي علاقه حتى لو كومبليكيتد معقده، بس في الاخر نقدر نجيب حاجه نسويها بالتو باي. الحاجه دي مش موجوده اصلا او راندم، يبقى معناها عمري ما هسوي ريليشن، عمري ما هوصل لحاجه خالص. طيب بص نشوف حاجه، سمعت الكلام ده بقى. انا ما بحبش الكلام ايه ده. عايزين نجيب مع بعض الكلام ده فعلا لو مات هيحصل معانا ان فعلا لو حصل الدلتا باي دي حصل بيساوي 2 باي هتزود لي الانتنستي جامد جدا. لو الفيز دلتا باي طلعت ب 2 ام بلس 1 باي هتقلل لي الانتنستي قوي. لو الدلتا باي بتاعت راندوم مش هيحصل حاجه ويحصل زي اللمبه كده ان الاضاءه تزيد معايا. بعد طيب نرجع للايام الحلوه بتاعت زمان. ايه اللي حصل؟ يلا يا ريس بيقول لك بص بقى بيقول لك يا ريس انت ماشي مع بعضك. لو قال لك الاي الاولانيه كانت جايه باي نوت 1 ساين اوميجا تي وسيبك في الفيز انا هستخدم دي خليه واحده معاها الفيز والثاني معاهاش فيز يبقى اي نوت 2 ساين اوميجا تي بلس دلتا 4. كل اللي حصل معانا يا شباب عشان ما تخمش نفسي ولا حاجه انت بقى كده معايا ركز. بيقول لك انا خليك واحده معايا ان انت عندنا تو انستنت ويف ويف عندي تو انستنت ويف اثنين ويف جايين لي انا هستقبلهم يا شباب هم الاثنين ويف الاولانيه بدل ما اسمي الاولانيه اوميجا تي بلس كي اكس مش عارف ايه سميت الاولانيه اوميجا تي والثانيه اوميجا تي بلس فرق الفيز اللي بينهم. هل عمل حاجه كده مظبوط كده؟ يبقى احنا عايزين مين؟ الريزلت بتاعتها. تمام الريزلت بتتكلم ازاي يا شباب؟ ادي ايه الريزلت بتاعتي الكبيره دي يعني ايه؟ ايوه الله ينور احنا خدنا كلام الحلو ده زمان عباره عن الاي نوت بتاعتك عباره عن ايه يا شباب؟ مش عباره عن السيجما او السكوير بلاش خليها اي نوت سكوير انا فاكر سكوير وخلاص مش انت خدت قبل كده يا شباب الاي نوت توتال سكوير بتساوي سيجما اي نوت 1 ساين الفا 1 الكل سكوير بلس سيجما اي نوت اي اي نوت اي كوساين الفا اي الكل سكوير ولا لا؟ خدت اشرب الدهشه دي احنا خدناها. بص كده نكمل مع بعض. اللي حصل معانا واحنا شغالين بنقول ده انت عايز تجيب الايه؟ الريزلت بتاعك وتثبت ان الريزلت ده بيجيب الرقم ده كده. طيب نشتغل مع بعض بالراحه كده معايا يا شباب. هنا الالفا بتاعتك بكام؟ بزيرو. هنا الالفا بتاعتك بكام؟ بدلتا فاي. سيب القلم وركز معايا خلصها دي وبعدين هنا اي نوت توتال سكوير بتاعت الريزلت بتساوي صحصح معايا الاي نوت 1 ساين 0 بلس اي نوت 2 ساين دلتا 4 الكل ده سكوير بلس الثانيه اي نوت 1 كوساين 0 بلس اي نوت 2 كوساين دلتا 4 الكل سكوير. ما عملتش انا جمعت الاثنين عايز اجيب الريزلتنت او الامبليتيود بتاع الريزلتنت بتاعتي. جميل الريزلتنت بتاعتي الاولاني استخدمت رول اللي احنا اثبتناه في اول او ثاني محاضره شفنا بعض فيها السنه. ايه اللي حصل معانا يا شباب؟ بيقول لي طيب
انت ساين زيرو ده صفر، ارمي ده كله باي، والكوساين زيرو ده واحد. يطلع معانا الكلام ده كله لما اثبتناه مع بعض، اي نوت توتال سكويرد بتساوي، يبقى عباره عن اي نوت 2 ساين سكويرد دلتا فار بلس، نيجي نعمل ده سكوير، يبقى اي نوت 2 سكويرد كوساين دلتا فاي سكويرد بلس اي نوت 1 سكوير بلس 2 اي نوت 1 اي نوت 2 كوساين دلتا فور. ما عملتش حاجه غير جبت السكوير وجبت الروت براك تاني سكوير. بعد كده طيب واضح انت لفيت دول جنب بعضيهم عشان يبقى الكوساين مع الساين يطلع الترم ده كله عباره عن كام؟ اي نوت 2 سكوير. يعني بالراحه كده معايا اللي انت حصل معاك في التو اوبتيكال ويف اللي نازلين عندك دول، عايز اجيب الريزلت بتاعتهم في مكان ما على اساس الاولاني والثاني فرق بينهم دلتا فاي، طلع معانا كان تاني الروت بتاعنا من اي نوت توتال سكوير الماجنتيود بتاع الثاني بتساوي الاي 1 سكوير بلس اي نوت 2 سكوير بلس 2 اي نوت 1 اي نوت 2 كوساين دلتا فاي. واحد يقول لك انت عمال ترجعنا تاني للالكتريك فيلد ليه تاني؟ ارجع لي خطوتين تاني. مش انت يا ريس بتقول لي انا راجل بتاع ميكانيكال انجينيرنج ماليش دعوه بالايه الكتريك فيلد والكلام ده؟ يعني ليه دعوه بالانتنس؟ حاضر انت الانتنس مش خدتها في المحاضرتين اللي فاتت الانتنس بروبورشنال للاي نوت سكويرد ولا لا؟ صح؟ لو انت مذاكر نص ان سي مش عارف ابسولوت في الاي سكوير حلو، يعني انت لو ضربت في النص والان والكلام ده كله يطلع معانا الشكل بتاعنا ان ده الانتنس التوتال بتساوي الانتنس اللي جاي من السورس الاولاني بلس الانتنس اللي جاي من السورس الثاني بلس 2 الروت بتاع الانتنس الاولاني الروت بتاع الثاني كوساين دلتا فور. حلو كمل معايا بس قول لي بس اهدى بقى كده. طب ما هو واضح جدا كل اللي احنا بنقوله في المحاضره من اول ما ابتدينا هيتركز في العلاقه دي الدلتا فور اللي هو الفيز ديفرنس بين اللايت بيب الاولانيه والثانيه اخبارهم ايه؟ هنترجم لكل اللي خدناه مع بعض المحاضره. انت يحصل كونستراكتيف، انت يحصل كونستراكتيف، ولو راندم ايه اللي يحصل؟ راندم ايه اللي حصل معاك؟ بص بقى يا ريس احنا ايه؟ هنشتغل الشغل الكبير بتاعك. مركز معايا؟ طيب الدلتا فاي بتاعك لو الدلتا فاي بتاعتك بتساوي 2 ام بار، لو الدلتا فاي بتاعتي بتساوي 2 ام بلس 1 بار، لو الدلتا فاي بتاعتي راندوم. حلو؟ ايه اللي حصل معانا؟ بالهدوء كده خالص وبالراحه. لو دلتا فاي بيساوي 2 ام باي يبقى الكوساين دلتا فاي بواحد. مش كوساين زيرو واحد؟ واحد. يعني يطلع معانا ان الاي توتال بتاعتك بتساوي اي 1 بلس اي 2 بلس 2 روت اي 1 اي 2. ولو كان عندك هم الاثنين زي بعضين لو كان عندك اي 1 بتساوي اي 2 يعني الكلام ده كله الاي توتال يطلع بتساوي اربع مرات الاي بتاع كل واحد. يعني مش مجرد انا ورت 2 بيم او نزلت 2 اللايت بتاع الدبل، لا ده طلع اربع مرات ايه؟ اللايت بتاع الاثنين بتاعك. يبقى فعلا ما بقتش مجرد الاليمينيشن زايد، ده فعلا الكلمه بتاعتنا برايت برايتنس. الدنيا بتنور قوي او الانتنس بتاعت اللايت عند النقطه دي اللي حصل عندها كونستراكتيف انترفيرنس الدنيا ايه؟ بقت كده. عشان كده الكلام ده كده يا شباب نقدر نقول عليه كونستراكتيف انترفيرنس واحنا ايه؟ متاكدين من الكلام اللي احنا بنقول عليه. حلو انا هاجي اكمل الكلام ده كده في الترم الثاني هنا اهو عشان ايه؟ الدنيا بقت معانا طب ما تركز في الثانية يمكن تفهم الأولانية. يبقى في واحد يشرحهم كده. طب معلش أنا في حتة ثالثة خالص. نعم. فوق خالص إزاي خليتها من إي نوت لأي. أيوه يا ريس بص أنت عارف إن في علاقة بتساوي إيه ريشيو ظريف جدا أي بتساوي نص إن إبس نوت سي إي سكوير. حلو جدا. حلو. ضربت كل العلاقة اللي فوق في النص إن الشعب كده.
ماشي ايه خلاص خلصت الامتحان ايوه الاقتراض بكام نص ان اكس سي في نوت 2 سكوير بتساوي نص اكس مش عارف سي في نوت 1 سكوير بص مش عارف كذا الترم ده هو اي توتال الترم ده هو اي 1 معايا اللي كان بيسال تاني هو اللي كانش فاهم فهمت؟ طيب المشكله عندك فين؟ من اول هنا اه ايه اللي حصل هنا؟ واخد بالك ان هنا ساين سكوير وهنا كوساين سكوير مجموعهم ايه؟ اه يبقى نوت دي نوت 2 سكوير ودي نوت 1 سكوير اهو دي نوت 2 سكوير دي نوت 1 سكوير وده دي كده تمام؟ تمام كده هو نفس كده المهم نكمل بقى يا شباب مع بعض الله يكرمك في الحته اللي بعد كده بيقول لي طب لو فرق الفيس بتاعك اوت نمبر اوف باي انت كنت عمال تقنعني من الاول ان هو ديستراكتيف ما تشرح لي كده اللي حصل معايا يا شباب نمبر 2 لو الدلتا باي الكيس نمبر 2 يا شباب لو الدلتا باي بتاعتي بتساوي 2 ام بلس 1 باي ده الكوساين بتاعها يطلع بزيرو صح؟ صح يا شباب يطلع بماينس 1 بس عشان كوساين باي اللي هي 180 بماينس 1 مش بزيرو حلو كده تمام طيب ده انا ممكن اعمل هو اعمل شغل كبير قوي معاك دلوقتي يلا يا ريس يبقى الاي توتال كده شوف معايا كده الاي توتال ركز في الشطاطه اللازقه اللي فوق ده الاي توتال بتاعي الاي 1 بلس اي 2 ماينس 2 روت اي 1 روت اي 2 جميل جدا وده فعلا اللي حصل معاك لو الاثنين بين ليهم نفس الانتنس نفس الباور يطلع معاك لو كان الاي 1 الانتنس بتاع السورس الاولاني والثاني ار ايكوال يطلع الاي توتال بتاعك عباره عن اي نود بلس اي نود ماينس 2 اي نود يعني يطلع بزيرو يعني فعلا النقط اللي عندها الاولاني والثاني جايين اوت اوف فيس مع بعض هيقللوا بعض قوي ولو كان ايكوال هيطلع لي رغم ان عندي 2 بي هيطلع لي الاوتبوت بتاعي عند البوينت دي او عند اللوكيشن سي ايكوالز 2 سي وده اللي سميناه مع بعض يا شباب ايه؟ ديستراكتيف انترفيس. واحد يقول لك طب الاخيره بقى الاخيره بتاعك ان ايه؟ ان الدلتا فاي عباره عن راندوم. حلو روحي بقى يقول لك بتاع الماس بتاعنا شرح لنا كان تاني يبقى معناه الاي توتال ما دام الدنيا راندم بتاخد فاليوز كتيرة ناخد الافرج او ناخد الانصام او ناخد ايه؟ المين بتاعها يعني اي توتال بتاعي بيساوي اي 1 بلس اي 2 بلس 2 روت اي 1 روت اي 2 الافرج او المين فاليو بتاع الكوساين دلتا فاي حلو بما انها راندم وكوساين يعني بتاخد كل الفاليوز 0 1 ماينس 1 0 ماينس نص وهاف و3 على 2 و3 على كل الكلام ده كله طيب الافرج بتاع الكوساين بكام يا ريس؟ بالظبط كده الافرج بتاع الكوساين ده 0 يعني فعلا اللي حصل معاك في المانكو هنا السورس هيطلع عباره عن ايه؟ ايه اللي بشوفه في الحياه؟ ان جاست الانتنس بتاع الاولاني بلس الانتنس بتاع الثاني يا ريس بتاعك تمام كده؟ يبقى اللي حصل معانا كالتالي يا شباب اللي حصل معايا كالتالي ان انا فعلا لو عندي كونستراكتيف انترفيرنس في الكوساين في التفاعل بتاع 1 لو عندي كونستراكتيف انترفيرنس هيكنسلوا بعض او هيضعفوا بعض قوي لو عندي كده راندم يبقى معناها ان ايه؟ ان الدلتا فاي مش فارق معايا خالص انا جاب كل الفاليوز فبالتالي الانترست بتاعتي جاست الاديشن بتاع الانترست 1 والانترست 2